بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في مادة المحاسبة الإدارية والتكاليف المتقدمة، المكان معهد إعداد القادة، الدكتور طارق عبد العال حماد، دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال. احنا أخذنا في المحاضرة السابقة ايه هو نموذج الأداء المتوازن، وازاي ان احنا نشتغل في هذا النموذج بحيث نحاول نحقق اهداف اي منظمة. هنحاول نطبق النهاردة على احدى كليات التجارة، ممكن احنا مقتبسين هذا المثال من كلية تجارة في جامعة امريكية قسم المحاسبة، وحاولنا ان احنا ننقله لحضراتكم عشان نشوف الناس دي بتعمل ازاي. احنا زي ما اتفقنا اهم حاجة في نموذج الاداء المتوازن احنا عندنا اربع ابعاد اساسية زي ما قلنا قبل كده. اولا منظور العميل اللي هو الطالب او الخريج، وبعدين منظور العمليات الداخلية، وبعدين منظور التعليم والابتكار، وبعدين اخر منظور المنظور المالي. احنا اول منظور اللي هو منظور العميل، العميل بتاعنا في اي كلية هو الطالب او اللي هو عندنا اللي احنا بنحاول نأهله لسوق العمل ونسلحه باحدث الاتجاهات العلمية الحديثة. كل منظور هنحدد له اهداف فرعية وهنقيسه ازاي، هنقيس مدى النجاح هذا المنظور ازاي. اول هدف فرعي في المنظور العميل وضعية الطالب او الخريج في سوق العمل. احنا الطالب ده هنخرجه من الكلية مش عشان يقعد في البيت، عشان يشتغل. فلو ما اشتغلش يبقى احنا ما حققناش الهدف الاساسي. طيب الهدف ده هيتحقق ازاي؟ ان احنا بنحاول نقيس الخريجين بتوعنا هل حصلوا على وظائف خلال 3 سنوات من التخرج، ولا مثلا نفترض ان النسبة دي كانت 10%، النسبة وحشة جدا. النسبة دي كانت 90% خلال 3 سنوات الناس دي كلها اشتغلت، اللي اتخرجت 90% منهم اشتغلوا، ده هتبقى حاجة كويسة جدا وده مؤشر جيد. طيب لو كان هو مثلا خريج قسم المحاسبة، كم واحد اتعين في مكاتب المحاسبة الكبرى؟ دايما في كل انحاء العالم في 4 مكاتب كبيرة. طب كم واحد راح هناك اتعين في المكاتب الكبيرة دي من خريج الكلية؟ ده بيعكس وضعية الخريج في سوق العمل. طب 3، نسبة الخريجين اللي اتعينوا في البنوك والضرائب والجمارك والشركات الاستثمارية الكبرى، كل ما ترتفع النسبة كل ما بيبقى احنا حققنا الهدف. كم عدد الشركات والمنظمات التي عينت الخريجين؟ متوسط المرتبات اللي بياخدوها الخريجين بتوعنا قد ايه؟ هل لو كانت كبيرة خريج الكلية مرتباتهم كويسة يبقى ده حاجة برضو جيدة، يبقى في اقبال على خريج الكلية. نسبة الخريجين اللي اتعينوا في الجهاز المركزي للمحاسبات او الاجهزة الهامة، خلي بالكوا احنا بنتكلم عن احدى كليات التجارة لبرنامج المحاسبة. يبقى اول حاجة هنقدر نقيس فعالية وضع الخريج في سوق العمل من خلال ادي 6 مؤشرات زي ما هو موجود قدام حضراتكم. تاني حاجة في هدف فرعي جودة العملية التعليمية. جودة العملية التعليمية دي كل ما يكون في جودة في العملية التعليمية تلاقي الخريجين بتوعك يروحوا في اختبارات مهنية واختبارات التوظف ينجحوا. لكن لو انت مخرج خريج متوسط او ضعيف حابب يخش في الاختبارات المهنية ما ينجحش وما يلاقيش وظائف، ما بيلفش وما بيجيبش درجات كويسه، فدوت برضو احد المؤشرات المهمه جدا. تقييم الخريجين في سوق الايه؟ العمل. هل الناس بيبصوا لخريج الكليه اللي عندنا او قسم المحاسبه اللي عندنا في الكليه مثلا، اي كليه يعني، هل نظرتهم نظره ان ده الناس متعلمين كويس ولا لا؟ وهل بيثقوا فيهم ولا لا؟
وهل المناهج الدراسية بتغطي كافة الأعمال، بترول، بنوك، شركات صناعية وتجارية أو خدمية أو أعمال حكومية؟ كل ما طبعا بتكون المناهج الدراسية والمقررات محدثة ومطورة ومنوعة وبتشمل جميع التخصصات، كل ما طبعا ده بيرفع من مستوى الخريجين بتوعنا. تالت حاجة في الأهداف الفرعية عشان نقول منظور العميل، لازم نديهم برامج تعليمية مرتفعة القيمة. بنشوف طبعا احنا دلوقتي كلنا بنحاول نحصل على الجودة، فنشوف التقييم والترتيب الخارجي بواسطة جهات مستقلة ومدى توافقنا مع الجودة، وطبعا مدى إقبال الطلاب الأجانب والعرب على الكلية وبرنامج المحاسب. طيب نمرة 4، مستوى تلقي الطالب للمشورة العلمية. يعني هل انت بتدي للطالب المحاضرة وخلاص، ولا بتحاول تخصص له أوقات يسألك، يحاول يستفسر عن حاجة في سوق العمل أو حاجة شافها أو حاجة سمعها أو حاجة أراها؟ فطبعا كل ما الطالب يتلقى مشورة علمية أكبر كل ما يكون أفضل. فاحنا هنشوف كده، هل انتوا في الكلية أو في قسم، في كل قسم بتخصصوا ساعات مكتبية ومعلنة في جداول حقيقية عشان تقابلوا الطلاب وتتواصلوا معاهم، ولا لا؟ بنقيم كمان وظائف المشورة الأكاديمية. هل الطالب يحصل على مشورة سواء أثناء وجوده في الكلية أو بعد تخرجه؟ ومدى إمكانية إن إحنا بنتواصل مع الخريجين بعد التخرج؟ يعني في روابط بتتعمل أو بعض الحاجات على النت، مجموعات، اللي بحيث إن يبقى الطالب أو الخريج على اتصال دائم بأساتذته وأعضاء هيئة التدريس. خامس حاجة، الجدولة المرنة للمناهج التعليمية. لازم المناهج التعليمية تكون متوافقة بصفة مستمرة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، وتساير الاتجاهات العالمية الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتكاليف والمحاسبة الإدارية والضرائب، وكمان تساير احتياجات سوق العمل والأنشطة المهنية. وكمان لازم ننسق مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، ويكون في تنسيق مع إدارة الكلية والقسم. ولازم نحاول نزيل التكرار في المناهج الدراسية والحشو، ونحاول نحط موضوعات حديثة خاصة التي تتفق مع تكنولوجيا المعلومات. من ضمن تاني بعد عندنا منظور العمليات الداخلية، في برضه عدة أهداف فرعية. أول حاجة بنأكد على جودة العملية التعليمية. من حيث إيه بقى؟ لازم يبقى في عندنا كفاية وفعالية أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المطلوبة. يعني في بعض المعاهد الخاصة تبص تلاقي مثلا بتدخل المدرس المساعد المحاضرة، وما فيش عندها كفاية من أعضاء هيئة التدريس، بتعتمد على الانتداب، والانتداب ساعات ما بيجي وساعات ما بيجيش، فهي بتبقى النظرة طبعا قاصرة. لكن احنا لازم نتأكد داخليا، لازم يكون في كفاية وفاعلية. كفاية يعني العدد كافي، فاعلية ان احنا كمان يكونوا مؤهلين وبيدرسوا كويس ومؤهلين على اعلى مستوى. تاني حاجة، لازم يبقى في كفاية في المحاضرات وتوزيعها على المحتوى العلمي خلال العام الدراسي. اما ينفعش ان احنا مثلا المحتوى العلمي بيتضمن مثلا 10 فصول ندي 5 بس، لا، لازم ندي كل المحتوى العلمي بحيث ان الطالب يكون قد حصل على الجرعة العلمية الكافية وابتدى ان هو يشتغل فيها ويفهمها. وثالث حاجة، لازم كل عضو التدريس يلتزم بهذا المحتوى. نمرة 4، لازم يبقى في تنوع وتوازن لأساليب تقويم الطلاب في الحضور من المشاركة. لازم بها درجات الأبحاث والتكليفات، الاختبارات الشهرية أو منتصف الفصل، الاختبارات العملية، الاختبار النهائي. شوف نوزع الدرجات ما بينهم ازاي.
وكمان لازم نوفر لهم الكتب والمراجع الأساسية والحديثة في المكتبة واللي بيدرسوه كمان، ولازم نوفر لهم الأماكن اللوجستية، تكييفات، أماكن تهوية، جلوس في مكان مريح، بحيث الطالب ما يبقاش يخش المكتبة مثلا يزهق ويمشي على طول. وكمان نوفر لهم اللوجستيات الأخرى زي كافيتيريا، رحلات، أنشطة طلابية، رياضية، ثقافية ودينية، وكمان نوفر لهم الناحية الطبية. ولازم كمان ندرب الطلاب ونعمل لهم نماذج محاكاة وورش عمل ولقاءات عشان يحتكوا بالواقع العملي ورجال الصناعة. ولازم يتيح لهم التدريب في مواقع العمل من خلال كولي. عشان كمان في العمليات الداخلية لازم الحجم الأمثل لقاعة الدراسة ما تبقاش مكتظة، ما تبقاش فيها عدد كبير من الطلبة، الطلبة مش قادرة تقعد، الطلبة مش قادرة تاخد نفسها، خصوصا ان التزاحم ده قد ينقل أمراض. فلازم يبقى في تناسب بين عدد الدارسين في الفصل الدراسي ومدى تناسب حجم القاعة وعدد يعني العدد اللي موجود في القاعة يكون مناسب، ما يبقاش كبير جدا او عدد ضخم جدا بحيث ان الطالب ما يفهمش او ما يقدرش يتابع ويبقى في ناس بتتكلم او ناس بتشوشر، فده كمان مهم جدا. كمان مدى مناسب قاعات الدراسة للعملية التعليمية وتوفر اللوجستيات في قاعات الدراسة زي ميكروفون جيد، داتا شو، تكييفات وهكذا. ثالث حاجة في العمليات الداخلية المناهج المتخصصة والمميزة. لازم دايما نكون الطلبة بيحصل على أحدث حاجة علمية واللي هي بتنفعه في سوق العمل، ويكون كمان بيدرس بحيث دراسته دي تؤهله للعمل في أي مجال، سواء بنوك أو شركات بترول أو شركات حكومية أو منظمات هادفة أو غير هادفة للربح، فلازم تكون مؤهله لكل حاجة. كفاءة التكلفة كمان لازم برضو يبقى فيه ترشيد في التكلفة، قد بس مش على حساب أي عملية تعليمية، ولازم كمان نحارب الإسراف. المنظور الثالث منظور التعليم والابتكار، ان احنا لازم ننمي المهارات بتاعت الطلاب والخريجين بتوعنا من خلال مؤتمرات وورش عمل. نشوف بقى بنقيس الكلام ده ازاي، عن طريق عدد المؤتمرات وورش العمل والندوات اللي احنا بتجريها الكلية، وعدد المؤتمرات المحلية والدولية ومين اللي اشتركوا فيها من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومين اللي جه يدرس او قال في المؤتمر القى كلمه، وعدد المؤلفات والابحاث المنشوره في مجلات علميه محليه وعالميه ذات وزن مرتفع ومرموقه، ونعقد السيمينارات خلال العام ونشارك معانا الطلاب والخريجين. لازم كمان في منظور التعليم والابتكار نكون بنتعامل مع التقنيات الحديثه في التدريس، زي احنا في الوضع اللي احنا فيه بقى افضل حل ان الناس كلها تلزم البيوت بتاعتها، فاحنا عشان نلزم بيوتنا لازم ان احنا كمان نقدر يبقى في وسيله للتواصل. فاحنا دلوقتي في برامج كثيره جدا في التجربه اللي احنا قعدنا تعطلت فيها الدراسه، بقى في برامج كثيره ومتعدده للتواصل ما بين اعضاء هيئه التدريس والدارسين. فطبعا ده حاجة مهمة جدا اللي هو الابتكار والتجديد في طرق التدريس، ما نبقاش بقى معتمدين على المحاضرة العامة وجها لوجه، لان في بعض الظروف ساعات زي اللي احنا فيها دي دلوقتي بتستدعي ان احنا نعمل مشاركات عن طريق النت او عن طريق البرامج اللي موجودة. وان شاء الله يعني تجربة مفيدة وضحت لنا ازاي ان احنا لازم ننمي مهارات التواصل والاتصال ما بيننا وما بين الطلاب بتوعنا. لازم كمان نعمل تحديث للمناهج عشان تواكب احدث تطورات في معايير المحاسبه والمراجعه وتفي باحتياجات سوق العمل.
اللي احنا ممكن نعرفه عن طريق ملتقيات التوظف. خامس هدف فرع في منظور التعليم والابتكار، بنحاول نعمل شراكة مع مكاتب المحاسبة ومنشآت الأعمال عشان نقدر نشوف احتياجاتهم ايه من الخريجين بتوعنا، ونحاول نلبي هذه الاحتياجات. اخر منظور بقى المنظور المالي، لو احنا عملنا الابعاد الثلاثة السابقة هنلاقي عندنا نمو سنة في الايرادات والارباح والفائض، نمو سنة ممكن في المنح والتبرعات الواردة للكلية، نمو سنة في ايرادات الكلية من الوافدين بعملات اجنبية، ومؤشرات النجاح هتكون مستوى قيد الطلاب والتمويل لكل طالب. وطبعا ده احنا عملنا هذا النموذج، بس مش معنى كده ان نموذج الاداء المتوازي يطبق فقط في الجامعات، بل يطبق هو اول ما طبق في الشركات، ثم انتقل الى المنظمات الخدمية، ثم انتقل الى المنظمات الحكومية، ثم شمل جميع المنظمات، وابتدى كثير من الباحثين يبتدوا يعملوا ابحاث ودراسات في نموذج الاداء المتوازن لاهميته في مجال المحاسبة الادارية. وشكرا.